اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقرة الحوارية الأولى مع الناقد الرياضي والكاتب الكبير الأستاذ جمال الزهيري. دايما بيمتعنا بآرائه ووجهات نظره المختلفة معانا في قناة النادي الأهلي. أستاذ جمال برحب بحضرتك. أهلا بيك كابتن، شرفني منورني. ربنا يخليك. دايما حظي حلو كده على طول. والله وأنا حظي معاك هو ما بنختارش، يعني أنا باجي صدفة. بس ربنا عايز كده يعني الكيمياء ماشية مع بعضينا. الحمد لله. طبعا ربنا يخلي حضرتك، طبعا مشرفنا ومنورنا، ودايما بنستمتع باراء حضرتك هنا معنا. في البدايه قلنا معنا ثلاث ملفات مهمه جدا هنتكلم عليها. اول ملف هو ملف التعاون او البروتوكول اللي تم بين النادي الاهلي ومنظمه اليونيسيف العالميه، ده رقم واحد. رقم اثنين ملف نادي المارين العرب والمباراه اللي هتكون يوم الاربعاء ان شاء الله. واخيرا ملف الاجتماع اللي حصل واللي دار في اتحاد كره القدم اليوم ما بين العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي والقائم باعمال رئيس اتحاد كره القدم او بتيسير الاعمال، تسيير الاعمال للاتحاد المصري لكره القدم. نعم. هنتكلم فيهم. هبدا مع حضرتك في بملف اليونيسيف، وعايز اعرف راي حضرتك في البروتوكول بشكل عام، وايضا حرص النادي الاهلي على دوره المجتمعي من خلال هذه الاتفاقيات، راي حضرتك ايه؟ هقول لحضرتك. هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الهيئات العالميه او المنظمات العالميه لما بتحب تنجح نشاط لها بتدور على اقرب مكان يحقق لها هذا النجاح. تمام. وبالتالي يعني بيبقى هم عندهم عمليه رصد كده على مستوى العالم للأماكن اللي هم ممكن يشتغلوا فيها. فأعتقد إن هم مش هيلاقوا أفضل من نادي بحجم نادي الأهلي وشعبيته وتاريخه إن هم يتعاونوا معاه في أي مجال يخص الأطفال الأيتام أو يخص أي مجال الأطفال بشكل عام. الأطفال بشكل عام. تمام. أي منظمة دولية مش بتشتغل اعتباطا، يعني بتبقى مرتبه نفسها. صح. ان هي تختار حد او مكان، يعني زي ما بيجوا يختاروا لاعب معين يمثل مثلا يكون سفير للنوايا الحسنه مثلا. تمام. فبيختاروا مين؟ بيختاروا اللاعب المشهور، اللاعب المحبوب. نفس الشيء على مستوى الانديه، ويمكن اختيارهم طبعا للنادي الاهلي اسبابه كتيره ومعروفه، يعني اعتقد الناس كلها فاهمه يعني ايه النادي الاهلي، تاريخ وبطولات والدور المجتمعي للانديه بشكل عام ده مطلوب جدا، لان الانديه اصلا يا عمر نشاتها من المجتمع، واخد بالك؟ طبعا دي اكيد لقطات بقى من المؤتمر اللي تم عقده صباح اليوم. فلما بيحصل مثل هذه الأحداث بيتم الاختيار، لأن الأندية أساسا هي أندية شعبية مرتبطة بجماهير وبأعضاء، آلاف العضويات وملايين المشجعين، وبالتالي بيبقى يعني في دور للنادي في خدمة المجتمع اللي هو فيه، اللي هو موجود فيه. بس فهي ده يعني باختصار اللي احنا نقدر نقوله عن هذه الاتفاقية او هذا البروتوكول والفوائد الكتيرة اللي ممكن تعود بسببه، يعني او تنعكس على المجتمع المصري في بعض قطاعاته، واخد بالك؟ اللي هو الهدف او التارجت اللي هم محددينه يقدروا يخدموا من خلاله او يتعاونوا مع النادي الاهلي من خلال هذا البروتوكول في تحقيق اهداف هذا البروتوكول. حضرتك اتكلمت وقلت على اسم النادي الاهلي، النادي الاهلي اسمه كبير، وبالتالي طبعا يساعد اي منظمه عالميه ان هي تقدر تشتغل في مصر من خلال اسم النادي الاهلي. اكيد جمهور النادي الاهلي عارف دور النادي الاهلي. مش بس رياضي، هو دور مجتمعي. واعتقد استاذ جمال النادي الاهلي الوحيد في مصر وفي افريقيا اللي بيشتغل على الجزء الرياضي والجزء المجتمعي. لكن عايز اسال حضرتك واخد رايك في توزيع الادوار داخل مجلس الاداره وحرص الكابتن محمود الخطيب على انه قال في البدايه ان منذ وجود المجلس من اول يوم برنامج عائله الاهلي وهو الاهتمام بالاطفال والشباب وكل فرد داخل منظومه النادي الاهلي. وفي توزيع الادوار ان الباشمهندس خالد مرتجي هو اللي مسؤول عن ملف العلاقات الخارجيه، وهو يعني شاطر في الحته دي.
فرأي حضرتك إيه في كلمة الكابتن خطيب ورأيه أو كلامه عن برنامج عائلة الأهلي والاهتمام بالأطفال وأن دايما الأطفال في أولوياته وتوزيع الأدوار على كل عضو داخل مجلس الإدارة؟ مهم جدا طبعا أنه برنامج عائلة الأهلي هو كان البرنامج اللي تقدم به كابتن محمود الخطيب والقائمة أعضاء القائمة كلهم للحصول على ثقة الأعضاء. وأعتقد أنه حصول الكابتن محمود الخطيب ومجلسه على هذه الثقة نتيجة أولا لمعرفة وثقة أعضاء الجمعية العمومية في أعضاء هذه القائمة. دي نقطة أساسية، لأنه أنت ممكن تعمل برامج كتير بس مين اللي بيقول البرنامج؟ معايا؟ يعني في الانتخابات عادة يا عمر بيبقى كل مرشح أو كل قائمة لها برنامج بتقول أنا هعمل كذا. إنما هل من حيث المبدأ أو الأساس لازم يبقى فيه ثقة من الأعضاء في البرنامج اللي في الناس اللي طرح البرنامج؟ تمام. فمية في المية في ثقة في أعضاء مجلس إدارة الأهلي أو أعضاء القائمة اللي هم أصبحوا بعد كده أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وأغلبهم حصلوا على ثقة الأعضاء قبل كده في مناسبات عديدة يعني وفي انتخابات مختلفة. وبالتالي هذه الثقة هي اللي بتخليهم مؤمنين بأن هذا المجلس يستطيع أن ينفذ الوعود اللي هو وعد بها الناس. أما من ناحية الموضوع نفسه اللي هو البرنامج نفسه وتطبيقه، فأعتقد برضو الثقة اللي موجودة عند الأعضاء بتخلي مجلس الإدارة يشتغل بشكل جيد ويوزع الاختصاصات والمهام على أعضاء مجلس الإدارة، كل واحد حسب المجال اللي هو متفوق فيه. يعني هتلاقي حد مسؤول عن النواحي المالية، حد مسؤول عن النواحي الثقافية، العلاقات الخارجية، الشؤون الخاصة بالرياضة أو الشؤون المتعلقة بالرياضة. فكل كل إنسان فينا سواء كان عضو مجلس إدارة أو مش عضو مجلس إدارة هو عنده مجالات معينة هو بيتفوق فيها. توزيع المهام ده مهم جدا عشان تضمن إن كل أعضاء مجلس الإدارة لهم دور وبيشتغلوا. يعني مفيش حد مثلا يشعر إن هو في لحظة معينة مهمش أو ما بيقومش بدور. في هذا المجال المهندس خالد مرتجي له باع طويل في العلاقات الخارجية والاتصال بالهيئات الدولية وبالاتحاد الدولي لكرة القدم. فإذا الاختيار مهم جدا، وتوزيع المهام مسألة غاية في الأهمية. دايما احنا نحب نقول أن تنظيم العمل هو أساس النجاح. يعني أما تبقى عندك مجموعة عمل بتشتغل معاك فأنت بتدي كل واحد مهمة معينة ويكلف بيها أمام المجلس بشكل عام، ويتم محاسبته أو مش محاسبته، تقييم عمله على مدار فترات متباعدة، واخد بالك؟ فأعتقد أن هذا الاتجاه بيخلي مجلس الإدارة كله بيشتغل في يعني زي ما بنقول ايه روح الفريق، يعني تيم ورك. صح. فالتيم ورك ده هو في النهايه اللي بيخليك كهيئه او كمكان او نادي رياضي تنجح في تحقيق البرنامج اللي انت وعدت بيه الاعضاء اصلا، واخد بالك؟ فده مهم قوي مساله تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات. طيب تعال حضرتك نروح لتقرير. نعم. ونشوف برونو مايس ممثل منظمة اليونيسيف العالمية في مصر وكلامه، علشان نرجع نعقب على الكلام مع الأستاذ جمال الزهري. خليكم معنا. طيب.
It's I think we are all happy to celebrate. احنا طبعا سعداء في البدايه لان احنا بنمضي الاتفاقيه دي النهارده مع النادي الكبير زي النادي الاهلي، والهدف من الاتفاقيه دي هي زياده الوعي للاطفال الاكثر تهميشا والاكثر فقرا، واحنا برضو الهدف من الاتفاقيه دي هو زياده الوعي عن الاطفال دي الاكثر تهميشا وبالنادي لفعل حقيقي عشان صحة أفضل، حياة أفضل، بدون إرهاب للأطفال وبتغذية أفضل. You know this the club is one of the oldest, the most successful sporting club. النادي الأهلي طبعا ده من أقدم ومن أنجح النوادي اللي موجودين في القارة، وطبعا ليه إنجازات على المستوى الإقليمي، وهو من أفضل الأندية أو أفضل بالفعل النادي في الدوري المصري، وإحنا بنؤمن إن الشراكة دي هتصب في مصلحة الأطفال، وطبعا إحنا مهتمين بتمكين الأطفال، وكان في مبادرات زي كده طلعت من وزارة الشباب والرياضة زي تنمية الحضانات، وده على المستوى المحلي، والموضوع ده تنمية الحضانات ده وتكبيرها موضوع مهم جدا بالنسبة لنا، وبنتمنى ان الاتفاقية دي تمشي في نفس السياق وتكون شراكة ناجحة جدا بيننا وبين الأهلي. Sporting club to partner on this massive critical initiative for children and young people in the country. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الاولى مع كاتبنا الكبير الاستاذ جمال الزهيري، اللي هننتقل معاه الى الملف الثاني وملف مباراه المقاولون العرب والنادي الاهلي. ان شاء الله اللي هيكون يوم الاربع في المباراه قبل الاخيره من بطوله الدوري المصري الممتاز 2018-2019، وان شاء الله كلنا عندنا ثقه ويقين كبير جدا في الجهاز الفني واللاعبين بالفوز بالمباراه. استاذ جمال، مباراة المقاولون العرب والنادي الاهلي مباراة مهمة جدا، مباراة اعتقد ان هي لا تقل اهمية عن مباراة نادي الزمالك. خلينا نتكلم يعني بصدق اكتر، ان الدوري فيه بطولتين، بطولة الدوري العام وبطولة مباراة الزمالك. تمام. اهمية مباراة المقاولين من وجهة نظر حضرتك، وحضرتك شايفها هتبقى مباراة فنية عاملة ازاي؟ شوف، هي طبعا المباراة انا دايما احب اتكلم على يعني مش هتكلم على البطوله ككل. ليه؟ الاهلي لو كان حاطط في دماغه من البدايه انه ايام ما كان عنده مباريات مؤجله وكان ترتيب الاهلي بعيد جدا. طبعا دي حقيقه. لولا ان النادي الاهلي، ودي عاده في النادي الاهلي، عاده يعني حميده يعني. ان هو بيلعب دايما بياخد الامور واحده واحده. يعني ما بيبصش، يعني بيبقى عنده هدف بعيد، ده طبيعي عاوز يحققه، بس في نفس الوقت ما بيشغلش باله بالبعيده ويسيب القريبه. تمام. لازم وانت بتحط خطه للمستقبل لازم تبقى انت باصص برضو عشان ما تتكعبلش. فهو الاهلي عامل كده. يعني لما الاهلي بقول لك كان عنده ماتشات كتيره مؤجله وكان في ضغوط نفسيه متعمده من الانديه المنافسه سواء الزمالك او بيراميدز، انه الاهلي خلاص والاهلي بعيد والدوري اتحسم، كان ايه الموقف جوه النادي الاهلي؟ منتهى الهدوء، منتهى الثقه في ان فرقه النادي الاهلي جايه، وده اللي حصل يعني. وابتدى الاهلي بقى لما لعب ماتشاته المؤجله اللي كانت كتيره جدا، بقول لك في وسط ضغوط، انه ازاي الاهلي ما لعبش كل الماتشات دي؟ هو ما لعبش كل الماتشات دي لان كان عنده بطوله افريقيه. ماشي. فالاهلي يعني زي ما تقول قفل، المسؤولين في النادي الاهلي قفلوا ودانهم تجاه هذا الكلام وخدوا الامور واحده واحده. ونجح الفريق ان هو حتى مع لاسارتي، رغم انه بعض الناس وجهت له انتقادات كتيره، الا انه قدر برضه هو
يقود الفريق إلى تحقيق الهدف واعتلى قمة الدوري ونقل، أنا من وجهة نظري نقل التوتر في المعسكرات الأخرى. يعني بعد ما كان الفرق الأخرى المنافسة بتحاول توتر أو تزيد من توتر لاعبي الأهلي وجهازهم الفني، لا الأهلي قدر لما وصل إلى حصد النقاط وابتدى خلاص يطلع على القمة فوق، ابتدى التوتر ده ينتقل إلى المنافسين. خرج بيراميدز من المنافسة خلاص، لعب ماتشاته، تبقى الزمالك اللي هو بينافس أو حسابيا رقميا عنده الأمل في أنه ينافس كويس حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. فاللي أنا عايز أقوله أن المباراة مهمة جدا، لأنه هذه المباراة قد يكون فيها الحسم بالنسبة للبطولة، لأن أنت ما بتبصش للفرق الأخرى، أنت بتلعب على أنك عندك مباراة اللي هي مباراة المقاولين العرب، والأهلي بيجيد التعامل وتقدير المنافس. يعني دايما الأهلي ما بيبصش لفرقة على أنها ضعيفة، لا ده هيعملوا مباراة عاملة إزاي، والأهلي بيبص لنفسه كويس. من حق المقاولين طبعا، يعني لا يمكن أنت تستنكر على المقاولين أن هم يقدموا مباراة كويسة، صح ولا غلط؟ طبعا. يعني ما ينفعش أقول أفترض من حيث المبدأ أن المقاولين العرب والنبي تبقوا حبايبنا يعني. تمام. لا مفيش كلام من ده في الكورة، لأن ده يندرج تحت بند الروح غير الرياضية أصلا. يعني أنت لما بتلعب، أنت بتلعب وأنت بتفترض أن الفريق المنافس هيبقى شعلة نار كويس، فأنت مفروض تبقى شعلتين. وأعتقد أنه ده الفكر الموجود داخل سواء الجهاز الفني أو مجلس الإدارة أو حتى بين جماهير النادي الأهلي، إنه الأهلي بيحب يكسب بأقدام لاعبيه وبجهد لاعبيه، مش أنت مش منتظر هدايا من أحد. وأنا بقول إنه مش عارف الفير بلاي بيقول لعب النظيف، إن أنت تشكر أي فريق يلعب بهذا المبدأ، ما تلوموش. يعني ما جيش أقول مثلا هما ليه بيلعبوا كده، هما ليه موتين نفسهم على الكرة كده، ما هو طبيعي حتى لو هما مش بينافسوا على حاجة خلاص الموقف بالنسبة لهم مستقر، إنما هو عايز يلعب يقدم مباراة كويسة لأسباب عنده، وانت في نفس الوقت عندك هدف. أعتقد إنه الهدف عند النادي الأهلي هدف أكبر، فده يستلزم من كل لعيب هيتم اختياره في التشكيل ان هو يبذل اقصى ما عنده، دون النظر بقى للاعتبارات اللي يعني اللي هي خارج الملعب. انت بتلعب مباراه عايز تكسبها، والله كسبتها خدت بيها الدوري اهلا وسهلا، ما خدتش بيها الدوري والمنافسه مستمره عندك مباراه مع المنافس بتاعك يوم الاحد القادم معايا. يعني انت لازم الامور تبقى متاخده يعني خطوة خطوة، ستيب باي ستيب، ان انت مالكش دعوة بمباراة الزمالك دلوقتي، انت بتركز ومالكش دعوة الزمالك فقد المنافسة، فقد الـ 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 الامل في المنافسة ولا ما فقدش، ما يخصكش، صح ولا انا؟ لا مظبوط، دي نقطه مهمه جدا، ودي اللي احنا كنا حريصين نوضحها لجمهور النادي الاهلي، ان احنا دايما بنبص على نفسنا فقط، بنبص على نادينا فقط، نبص على مباراتنا. أيوة. مباراه تساوي بطوله، لسه المباراه ما انتهتش، لسه المباراه هتبدا. بالظبط. وزي ما حضرتك عارف ان مع نهايه صفاره الحكم بيتم حسم النتيجه واعتمادها، لكن مباراه تساوي بطوله. يا استاذ جمال، هل شايف ان ضغط المباراه ممكن ياثر على لاعبي النادي الاهلي؟ ولو مش هيأثر، ازاي النادي الاهلي ولاعيبته هيتعاملوا مع المباراه؟ ومش اول مره الاهلي يبقى موجود في تحت مثل هذه الضغوط. شوف، هو طبعا مهم جدا مساله اللعب تحت ضغط. حلو. يعني اعتقد ان لعيبه الاهلي عندهم تجارب سابقه كتيره جدا للعب تحت ضغوط مختلفه كويس، وبالتالي انا من هنا بقول انه
التركيز يجب ان ينصب، يعني يجب على الجهاز الفني والجهاز الاداري في فريق الكوره ان هو يوصل هذه المعلومه بشكل فيه تاكيد كبير لكل اللعيبه على ان انتوا تبذلوا جهد في المباراه بكره او يوم الاربعاء ان شاء الله على اساس تكسبوا المباراه. وبقيه النقط بقى والفرق بينك وبين سيبك منه دلوقتي، هو لان لو اللاعب او لو الفريق فكر في الحسابات دي كلها ممكن ده ياثر سلبيا عليه. انت كل الهدف دلوقتي انت بتلعب عشان تكسب المباراه، ممكن بعد ما تكسب المباراه تلاقيك خدت الدوري. صح صح طبعا، ممكن تكسب المباراه وتلاقي نفسك لسه الحسم مش هيبقى دلوقتي، هيبقى في المباراه الاخيره. ايا كان يجب تخفيف الضغوط على اللعيبه، يعني هما في الملعب يوم الاربعاء هما نازلين عارفين انه هدفهم ان هما يكسبوا هذه المباراه، فالضغط يبقى اخف عليهم، غير ان هو يبقى نازل ده مباراه ومباراه بطوله واذا ما كسبناش مش عارف ايه هيحصل كذا هيحصل كذا، ده كله بيوتر اعصاب اللعيبه وبيخليهم كمان الاداء اللي هو بيبقى متاثر بالناحيه العصبيه قوي بيبقى اداء غير منضبط واداء مش دقيق، يعني ممكن ده بيأثر على اللي عارف العضلات بتاع اللعيبه، بيبقى عاوز يباصي عاوز يشوط عاوز يطلع كوره يشتت هجمه للفريق المنافس ممكن يبقى فيه اخطاء، فهو المفروض دلوقتي اعتقد انه دي عمليه تأهيل، التأهيل النفسي لهذه المباراه مهم جدا حتى لا يحدث اي تأثيرات سلبيه للضغوط المحيطه بالمباراه. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا في نقطه مهمه جدا وهي الضغوطات النفسيه على لاعبي النادي الاهلي بما انها مباراه بطوله، هل حضرتك شايف ان ده دور الجهاز الفني، دور الجهاز الفني والاداري، ولا دور الجهاز الفني والاداري والطبي؟ طبعا. وفي نفس الوقت هل الكلام لازم يكون كتير الفتره اللي جايه ولا الكلام خلص ما بقاش فيه كلام؟ لا الكلام اعتقد انه الكلام خلص، بس الجانب الاعداد النفسي ده بيفضل مستمر لغايه المباراه، يعني لغايه المباراه نفسها الاعداد ده المفروض يبقى شغال، انت بتساعد اللعيبه على ان هم يخففوا الضغوط اللي عليهم عشان يعرفوا يركزوا، يعني ما هو انت هي مباراه بطوله كويس، لكن في نفس الوقت شيل منها كل المشاكل اللي حواليها هتركز فيها كمباراه، يعني ما يبقاش في بؤره الشعور، يعني اللاعب نازل عارف انه لو ما كسبش هذه المباراه او تعادل او هتعطله، لا هو يركز كويس قوي اولا في تحقيق الفوز كويس، وده مش عمليه مش مستحيله لانه حتى من غير مدرب المفروض اللعيبه مع بعض يبقوا متفاهمين هذه الظروف ويتعاملوا على اساسها، وهم عندهم خبرات قديمه يعني فيهم لعيبه كبار وعندهم هذا الاحساس يعني بس فدي مهمة نقطة يعني. طيب تعالى حضرتك نقرب أكتر من الفريق الأول ونروح للزميل العزيز شريف شعبان علشان يطمنا على كل ما هو جديد في تدريبات النادي الأهلي. من المعسكر بقى. شريف برحب بيك. برحب بيك يا زميل عمر، تحياتي ليك وتحياتي لضيفك الكبير طبعا الناقد الرياضي الكبير أستاذ الدويري ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا وسهلا. شريف عايزين نعرف منك ونطمن من خلال وجودك في مقر النادي الأهلي في الجزيرة على آخر الأخبار والاستعدادات للمعسكر ومباراة المقاولون العرب. خليني اقول لك ان التمرين النهارده كان في السادسه مساء وكان بكره التمرين كان هيبقى 9 صباحا ولكن تم تغيير الميعاد الى الرابعه عصرا، ومن بعد هذا التمرين هيكون في السفر المبيت في برج العرب ليله مباراه المقاولون العرب، ومن بعده معسكر كره الى مباراه الزمالك يوم الاحد المقبل. يمكن النهارده كان في محاضره لمستر لاسارتي وضبط الجهاز حوالي 10 دقائق مع اللاعبين، اتكلم فيها عن ما حدش خالص يتكلم عن مباريات الخصم او يتكلم عن مباراه القمه، التركيز فقط في مباراه المقاولون العرب، التركيز على الحصول على الثلاث نقاط في مباراه المقاولون العرب ومواجهه صعبه بكل المقاييس
المقاولين العرب هيلعب جيل وهو ما عندوش حاجه يبكي عليها، لازم احنا نستثمر الفرص وعندنا دوافع اكبر ان احنا نخلص الجيم وناخد الثلاث نقاط عشان نتوج بطوله الدوري. الدوري لسه ما انتهاش، الدوري لسه في الملعب، ما لهمش علاقه بكل اللي بيكتب على السوشيال ميديا وكل اللي بيتعلم الجماهير ان الدوري انتهى، الدوري لسه موجود في الملعب، لازم نركز، لازم نحصل على الثلاث نقاط علشان نهدف ناخد بطوله الدوري. يمكن كان المحاضره طويله جدا مستر مسارتي حوالي 10 دقائق، من بعدها كان في اطالات اللاعبين وكان ثلاث دوائر، وكان الراجل النهارده اشتغل تكتيك كتير النهارده وبالمجموعه اللي ممكن تتشارك في مباراه المقاولون العرب. المفرح لجماهير النادي الاهلي النهارده شارك في تمرين رمضان صبحي، نزل احمد الشيخ ايضا شارك، محمود وحيد شارك. يمكن الناس النهارده كانت بتتكلم ان في ايقافات كتيره للاعبي النادي الاهلي في مواجهه المقاولون العرب، الايقاف الوحيد هو ياسر ابراهيم ولكن ايمن اشرف غير اللي كتب خالص، ايمن اشرف متواجد في هذه المباراه. يمكن خليني اقول لك الجديد ان اللعيبه بينهم وبعضهم تعهدوا على فتح صفحه جديده مع الجماهير على الفوز في المباراه المقبله. اللعيبه اللي خارج المعسكر متفقين ما بينهم بعضهم ان هم يسافروا يوم مباراه المقاولين العرب علشان خاطر يبقوا مع زمايلهم في الملعب عشان خاطر يحسوهم على الفوز. الروح مختلفه خالص، الروح جوه النادي الاهلي، اللعيب اللي خارج الصوره خالص بيحس زميله اللي هو حاسس من طبعا من التمرينات اللي هو قريب اللي ممكن يلعب ممكن يبقى احتياطي، بيحسوا على تقديم اداء قوي، على تقديم اداء يبقى فيه الفوز. يمكن التاهيل مستمر للاعب محمد محمود، طبعا ما شاء الله ما تقدرش تتفرج عليه في مرحله التاهيل، لا واقف على رجليه يمسك الخشب، حاجه ما شاء الله بتدل على نجاح العمليه. يمكن على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان والحراس الشناوي وعلي لطفي وشوبير واحمد طارق تمرين قويه جدا، ويمكن طبعا الشناوي بيتالق وبيظهر او بيعلن جاهزيته طبعا لمباراه المقاولون العرب. الجلسات ما زالت مستمره، يمكن مستر لاسارتي اجتمع النهارده فتره مع وليد سليمان، يمكن كان في اصابه النهارده العمار وخرج للاسف في اخر التمرين كده، هو عنده حاجه في انكل رجله ما قدرش يكمل التمرين، فالدكتور حط له بنج وربط له انكل رجله بس للاسف ما قدرش يقف على رجليه، فطبعا غادر التمرين وهتعمل له اشعه ويشوف عنده ايه. يمكن دي الاجواء داخل التمرين، زي ما قلت لك الكل متكاتف، الكل عنده امل باذن الله وفي عزيمه ان يكون يوم الاربعاء هو مباراه ترويج لصالح النادي الاهلي. زميل عمر الفضل. طيب شريف، يمكن عايز اسالك على الحاله النفسيه للاعبي النادي الاهلي. انا شايف من خلال وجود كاميرات النادي الاهلي بشكل يومي ان اللعيبه يعني حتى في التعادل المنافس اللي انت اتكلمت فيه وقلت عليه ان حاله التركيز عاليه جدا جدا جدا، الحاله النفسيه للاعبي النادي الاهلي انا عايز اعرف من خلال وجودك ومن خلال قربك للاعيبه، عايزك توصف لي وتنقل لي الحاله النفسيه للاعيبه اللي هي هيكون ليها عامل ودور اكبر في مباراه يوم الاربعاء ان شاء الله. بص يا عمر، انا كنت حريص ان انا النهارده اروح بدري واقعد شويه مع اللاعبين واعرف شوف بيفكروا ازاي بعد مباراه الامس. ما لهمش علاقه خالص، ما تفكروش خالص في المباراه، ما لهمش هدف واحد، مباراه المقاولون العرب، والكل بيحس نفسه على الفوز والظهور بشكل مشرف في مباراه المقاولون العرب، الكل بيحس نفسه انهم يقدموا عرض قوي، عرض يخلصوا فيه الدوري، مركزين تركيز جدا، بقول لك الكل متكاتف، الكل اللعيبه كلها بتتكلم مع بعض، لازم نخلص يوم الاربعاء، لازم يوم الاربعاء من اول دقيقه نظهر بشكل قوي بشكل اللي احنا نخلص فيه الجيل في ال 90 دقيقه، ما نستناش لاي مطبات اخرى. الحاله المعنويه مرتفعه جدا، الكل مركز تركيز، ما حدش شاغل نفسه باي يعني حاجه خارجيه باي فرق منافسه، ما حدش مركز خالص مع اي حد غير مع نفسه، الفرقه كلها قافله على نفسيه، الفرقه كلها عاوز تقدم عرض مشرف، عرض قوي. وانا بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي باذن الله، باذن الله توفيق بس يكون موجود، وباذن الله يوم الاربعاء هتلاقي النادي الاهلي كبير. انا كنت معاهم في المعسكر في اسبانيا، شفت حاله اللي طبعا طبعا الحاله اللي ظهروا عليها لعيبه النادي الاهلي، كل ده مستثمرين الفتره الاخيره، وباذن الله يكلل مجهودهم ومجهود المعسكر طبعا يعني اللي كان ناجح جدا في اسبانيا، ويكون يعني نتائجه باذن الله مباراه المقاولين العرب والفوز فيها وتتويج بطوله الدوري المحبوبه لدى لعيبه النادي الاهلي وجماهيره العريقه. شريف، يمكن انا عايز اسالك اخر سؤال عن جمهور النادي الاهلي والاعضاء اللي موجودين داخل جدران النادي. واحد عاش وتربى جوه النادي الاهلي ودايما عارف ارتباط الجمهور والاعضاء بالحاله اللي عليها اللعيب، وانا يعني اعتقد وانا عايز اعرف منك ايضا حاله الاعضاء ايه، حاله الجمهور عامل ازاي، هل هم على نفس درجه الاستعداد اللي بيكونوا عليها اللعيبه ويعني بيستعدوا لمباراه يوم الاربعاء مركزين يعني مساندين الفريق بشكل قوي، ولا الحاله النفسيه ايضا والمعنويه الجمهور الاهلي والاعضاء داخل النادي عامله ازاي؟
بص النهارده التمرين شغال وامبارح واول امبارح التمرين شغاله فيها اعضاء كتيره جدا بتحضر تمام. التمرين اللاعب وهو خارج في اي مكان الناس تصور معاهم الدوري ماتش الدوري ماتش يوم الاربعاء كل بيحس لعيبه النادي الاهلي على مباراه حاجه رائعه جدا الكل بيتكلم في مواجهه يوم الاربعاء يمكن اللعيبه تتمنى كانت بتتمنى مواجهه الاربعاء تكون النهارده مش يوم الاربعاء يعني كل اللعيبه مستعجله عاوزه تلعب المباراه النهارده قبل بكره فطمنك وباذن الله خير بس احنا محتاجين التوفيق بس يكون معانا يوم الاربعاء وباذن الله باذن الله باذن الله هيكون النادي الاهلي في الميعاد وباذن الله النادي الاهلي يقدر يفوز على فريق مولين العرب المحترم الفريق العنيد اللي بيدربوا ابن ابناء النادي الاهلي والنهارده مستر شركي حذرهم من خطوره المقاولين ومن ان الجهاز الفني اهلاوي ان الجهاز الفني هيلعب بكل قوه علشان يقدر يحرج النادي الاهلي وحذرهم من خطوره المقاولين ان نتفرج على المقاولين وفرقه قويه جدا وما عندهاش فعلا دوافع ما عندهاش الضغط اللي ممكن يظهروا بيه قدام النادي الاهلي هيكون مضغوط حذرهم من كل هذا وباذن الله لعب النهارده عهده وتكتفه ان يكون يوم الاربعاء الفوز وتتويج بطوله الدوري الممتاز. يعني يا شريف حمستني جدا وانا عايز ان انا العب الصراحه مباراه يوم الاربعاء ده من كتر الحماس اللي موجود في المكالمه والاخبار والنقل اللي بتنقله لي وبتنقله لكل الساده المشاهدين فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي وبشكرك على كل اللي قلته وان شاء الله مباراه الاربع تكون مباراه الثلاث نقاط ومباراه التتويج باذن الله تعالى. شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من مقر الجزيره بشكرك شكرا جزيلا. يعني استاذ جمال انا فعلا واحد متحمس والواحد كان نفسه يلعب المباراه دي لا هو شريف علشان خاطر يعني من كتر الحماس اللي موجود في صوت شريف والحاله المعنويه عند الاعضاء والجمهور انا عارف الحاله هتبقى عامله ازاي وانا عارف ان لعيبه الاهلي قد ايه رجاله وعارف دايما او انا عندي دايما كده معادله او حاجه بقولها ان جمهور الاهلي دايما جمهور بيتكلم بصفه الجامع استاذ جمال جمهور مش بيتكلم بفرديه جمهور عارف هو كلامه يبقى عامل ازاي كل جمهور على السوشيال ميديا الا نادرا جدا جدا. مباراه الاربع مباراه مهمه جدا مباراه الحسم لسه المباراه او لسه البطوله ما انتهتش لسه البطوله في الملعب ثلاث نقاط المهمين اللي جايين دول هيخلونا ان احنا نحسم بطوله الدوري ونستعد للقمه ونستعد للبطوله الثانيه هي مباراه الاهلي والزمالك. هل عندك تعليق على كلام شريف ولا لا هو الحقيقه ان هو يعني قال برضو ان مستر لاسارتي عمل محاضره ركز فيها على الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه مالكوش دعوه باي نتائج مالكوش دعوه بالسوشيال ميديا لان انا عايز برضو بس انت مش هتفتكرها لان لا انا فاكر لا حصلت كان زمان بس قبل ما تتولد هكون فاكر برضو لا بابا اللي فاكر انه كان دايما في يعني سهل ان انت تتحكم في لعيبه زمان بمعنى ايه؟ ان انت تقدر تقفل عليهم النهارده ما كانش في سوشيال ميديا يعني انت عندك جرايد عدد الجرايد محدود عندك مفيش مواقع مفيش سوشيال ميديا بس انا عشت شويه صغيرين كده ما كانش في سوشيال ميديا عشت شويه كده لا طبعا يعني ما هو السوشيال ميديا يعني مش قديم قوي يعني 2008 2007 تقريبا يعني 10 سنين مثلا بالكتير لكن انا بتكلم عموما الاجواء داخل اي معسكر لفريق كوره مثلا كان مختلفه عن دلوقتي طبعا ليه؟ النهارده اللعيبه معاها موبايلاتها معاها 500,000 وسيله فدور اللعيب مهم جدا ان هو يحمي نفسه من تاثيرات السوشيال ميديا مش لازم حد هو اللي يراقبه يعني انا اذكر اللي هي بقى في 2008 وقبلها يعني قبل السوشيال ميديا كان لغايه بيتراقب معسكر الفريق يعني لو لعيب خرج كل حاجه بيدخلوه جوه المعسكر تاني صح. انما النهارده ممكن لعيب يبقى دماغه هو جوه المعسكر ودماغه بره عن طريق الموبايل عن طريق ايوه بالظبط بيبقى يعني عارف حاله كده موجوده ولذلك اللعيبه نفسها عليها دور مهم قوي اجل كل حاجه ابعد نفسك عن اي تاثيرات خارجيه يعني خارج المعسكر او خارج المهمه اللي انت فيها وما تشغلش بالك بقى بالحسابات اللي احنا بنقول عليها ده المنافس كذا ده عمل كذا ده مدرب الفريق مثلا النغمة اللي ماشية دلوقتي ان كابتن عماد النحاس وهو راجل محترم طبعا غاية يعني في الاحترام جميل ولا يلعب جميل ولا يلعب الا لعمله يعني وبشرف وبشرف طبعا لانه هو فير بلاي بقى 10 على 10 راجل محترم فمسألة السوشيال ميديا يعمل لك ازاي يرمي لك المعلومة يقول لك اصل عماد النحاس
كده خبر كلام كده على البوست واحد كاتبه عماد النحاس مدربا عاما للاهلي الموسم القادم. اي حاجه عندك مثلا اصل جهاز الجونه كله من الاهلي ولاعيبته كلها من الاهلي. طب ما هو طبيعي الانديه غير الاهلي والزمالك هي بتاخد من الاهلي والزمالك، تمام؟ طبيعي. فيعني وهتلاقي الاجهزه مين؟ هتلاقي برضو كباتن من الزمالك موجودين في كل الانديه هم اللي بيدربوا. فلو قعدنا احنا للقصه بتاعت اصل يعني هي دي اسمها قنابل دخان، دي قنابل دخان اللي هو ترمي القنبله الدخانيه دي عشان تعكر الجو، واخد بالك، وتاثر زي الهجوم على الحكام قبل ما الماتش يتلعب، لما يجي حكم اسمه يتقال ده انا ما بحبش دي على فكره، ده يقول لك مثلا مش هقولها على الاهلي والزمالك، هقولها على المنتخب، يقول لك احنا حظنا حلو مع الحكم ده، مفيش كده يعني يقول لك ان احنا كسبنا كذا مباراه مع الحكم الفلاني الافريقي. طب وبعد ما نخسر او بعد ما في المنتخب لا نوفق، ما انا بقول حظنا وحش، لا يعني كلها تعبيرات محفوظه ومعلبه وبتترمي كده وخلاص. فاعتقد ان النهارده لعيبه الكوره ولعيبه الانديه بقى عندهم شبه حصانه او مناعه ضد هذه الايه؟ القنابل الدخانيه. طيب نرجع لمباراه المقاولين تاني؟ اتفضل. ده احنا برضو كنا في مباراه المقاولين. لا بس انا عايزين نتكلم على مباراه المقاولين من حيث الجاهزيه الفنيه بقى. طيب اتفضل. عايز اسال حضرتك واخد راي حضرتك بما انك موجود معايا، يعني بسم الله ما شاء الله معظم لاعبي النادي الاهلي مستعدين، الاصابات محدوده لكن يتبقى اعتقد ثلاث لاعبين غير متاحين مع النادي الاهلي خلال الموسم الحالي او المباراتين اللي جايين، بتكلم في عمار حمدي، بتكلم في مؤمن زكريا، بتكلم في حسين السيد. هل حضرتك شايف، يعني ده سؤال انا عارف ان حضرتك انا عارف اجابته بس اصل لازم اسال حضرتك فيه. ماشي، اتاكد من الاجابه. طبعا الجزء الفني، هل مستر لاسارتي استقر على ال 18 واحد اللي موجودين في القايمة؟ وهل استقر على ال 11 واحد اللي إن شاء الله هيخوضوا المباراة المهمة أمام المقاولون العرب، ولا ممكن يكون عنده الأمر تم حسمه لكن في لاعب أو اتنين يعني على الأكثر ممكن لسه مش مستقر عليهم؟ إيه بالظبط كده؟ هو لا يمكن يكون لغاية دلوقتي مش عارف ال 11 لاعب، أو يعني لو اتكلمنا على ال 18 لاعب هو عارفهم بس ما بيعلنش ليه اي مدير فني؟ لانه لسه فاضل يوم او يومين على المباراه، وارد جدا ان اي لعيب يا اما يطلع لا قدر الله اي اصابه مفاجاه فهو ما يخسرش بقيه اللعيبه. يعني لا، هو ايه حكمه انه الفريق او التشكيل بيعلن قبل المباراه بساعات؟ ان هو يخلي كل اللعيبه جاهزه بس هي استاذ كمان مش عندها مدارس، عندها حاله تنافسيه. بس في نقطه بقى قبل ما تقول، طب قول الاول، مش مدارس؟ لا، هو في مدربين ممكن يعلن قبلها بسنه، لا يعلن قبلها بيوم، انا في السنه دي كتير. لا هقول لك، بس انا في مدربين بس مش هقول اسمائهم طبعا، كنا لما نسافر معاهم يديك التشكيل يديني التشكيل من اول الرحله في الطياره بص بقى ما مش هنتعب بعض اللي احنا هنلعب كذا. والله العظيم على فكره هي مش حاجه سيئه والله، ده مدرب خفيف الظل جدا، واخد بالك عشان ما نتعبش بعض. بص لا، ويقول لي بص التشكيل اللي انا مستقر، وخد التغييرات لا التشكيل. وعلى فكره على فكره انت ما تستبعدش ده، بس هو ما يقولوش يعني المدربين اغلبهم، مش هقول اغلبهم، كلهم تقريبا ما بيعلنهمش. ليه؟ لانه هو عامل حساب الساعات والايام اللي قبل المباراه. طبعا سؤال هنا، هل الايام اختلفت والجيل اختلف ان المدربين بقت مقتنعه ان اللعيبه اللي موجودين في الوقت الحالي بعضهم ممكن، بتكلم بشكل عام، ممكن لا يتحمل مسؤوليه لو عرف ان هو مش موجود في بدايه المباراه، وبالتالي ممكن يسهر، ممكن ما يكونش مركز، ممكن يكون خارج عن التركيز عن المباراه بشكل او باخر، وبالتالي هو بيكون حريص على انه ما يعلنش عن التشكيل غير قبلها بساعه غير الاجيال اللي قبل كده اللي حضرتك بتتكلم عليهم. لا هو بيحتفظ بكل طاقه جوه اللعيب، حتى مش حكايه انه يسهر او يبقى غير مهتم بالمباراه، لا مجرد الجاهزيه النفسيه، حلو، ان هو يفضل عنده الامل
ان هو يبقى في الفريق في التشكيله الاساسيه ده ما هو هدف. فالمنافسه اللي بتحصل جوه التمرين ممكن اللعيبه تبقى عارفه مين المرشحين، اللعيبه نفسهم من شكل التدريبه او التمرينه بيبقى عارف مين اللي مرشح ومين اللي بره كويس، بس عشان ما بتعلنش بشكل نهائي بيفضل هو عنده الامل انه يدخل التشكيله كويس. انما اي مدير فني عارف تماما يعني مش هتلاقي النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي مختلفه بنسبه 50%، لا يمكن لا يمكن، مش هقول لك 100%، يعني هو عارف هو يلعب بمين، التشكيله الرئيسيه ما هي معروفه كويس. انما الخلاف بيبقى على حاجات، ها مركز او مركزين ممكن اتنين يبقوا في حاله فنيه جيده جدا، بس هو بيختار واحد منهم لاسباب هو محتاج له، يعني محتاج للسبب ده في المباراه. يعني في لاعب ممكن يبقوا الاتنين زي بعض بالظبط، بس هو ممكن يفضل واحد عن التاني لاسباب تخص طبيعه المباراه، طبيعه المنافس، الخصم يعني اللي هو بيلعب ضده. فهي الفكره كلها انه يعني ما تجيش تقول لي مثلا النهارده انه لاسارتي مش عارف ال 18 لعيب او ال 11 اللي هيبتدي بيهم، هو عارفهم طبعا، واكيد يعني كل الفرقه بتبقى فاهمه انه في تشكيل اساسي. انما افرض واحد تالق في فتره معينه في الساعات دي وفرض نفسه على التشكيل، على الاقل يستفيد منه على دكه البدلاء مثلا، او ممكن يبدل يبتدي بواحد، يعني ممكن يكون عايز يبتدي بحد فيحس ان مستواه اقل فيقعده على دكه البدلاء ويلعب واحد تاني. يعني عايز اقول انه القوام بقى اللي هو بيسموه قوام الفريق 100% هو عارفه، يعني مش هيجيب فرقه جديده. طب هل المعسكر اللي كان موجود في اسبانيا ده ممكن يكون هو السبب في انه ممكن ما يكونش مستقر على اسمين ثلاثه في ال11، وهو يكون سبب في تالق بعض اللعيبه اللي ممكن تضيف له القوه سواء في البدايه او على مقاعد البدلاء؟ لا هو مش المعسكر بس، يعني هو الفكره انه ده طبيعه الامر. يعني ده طبيعه الامر ان هو يعني بمنتهى البساطه ليه ما بيعلنش؟ لانه عارف انه ده هيأثر نفسيا على مجموعه معينه من اللعيبه، هو مش عايز يفقدهم، عاوز يفضلوا باستمرار عندهم الرغبه في العطاء وحجز مكان في التشكيل يعني. طيب استاذ جمال، يعني اخيرا عشان نغلق ملف النادي الاهلي والمقاولين العرب، مش عايزين نتكلم زياده قوي علشان خاطر يعني المباراه انا عارف ان هي مباراه صعبه، مباراه قويه، مباراه احنا اتكلمنا عليها في النقاط المهمه اللي لازم جمهور الاهلي يكون عارفها وان شاء الله يكون على يقين بيها. لكن هل حضرتك شايف في بعض الوسائل اللي ممكن تزود من تركيز اللعيبه؟ وكمان عايز اتكلم معاك على اللعيبه الدوليه. اللعيبه الدوليه، هل حضرتك شايف ان التاثر السلبي بخروج منتخب مصر هل هيكون ليهم بعض الجلسات الاضافيه من الكلام؟ وهل هم خلاص بوجودهم في معسكر اسبانيا دخلوا مع الفريق بسرعه؟ فعايز اعرف الجزء الخاص باللعيبه الدوليين، وعايز اعرف الجزء الخاص بزياده التركيز عند اللاعبين. هل ممكن يكون في بعض الجرعات الزايده ويكون شكله عامل ازاي؟ شوف بالنسبه للعيبه الدوليين، ايوه للاسف احنا ما طولناش قوي في البطوله في كاس الامم الافريقيه، فالطموحات ما كانتش وصلت لذروتها يعني احنا ما لحقناش كويس. فاعتقد الفتره اللي فاتت كانت كافيه جدا ان اللعيبه تخرج من الحاله، لان بيني وبينك يعني لما تشوف مستوى منتخب مصر بالمقارنه مع مستويات الفرق اللي احنا شفناها لا نقول الحمد لله ان احنا خرجنا بدري. فلتنا من انا بكلمك ايوه فلتنا من انا بكلمك بصراحه، لان انت لو كملت انت عارف الخطوه اللي بعدها كانت هتبقى مع مين ما انا بقول عليك فلتت منيهم الحمد لله فلتنا يعني كنت هتلعب اعتقد مع الجزائر
كنا هنلعب كنا هنلعب مع في دور الثمانية. كنا هنلعب يعني هفتكر لحضرتك هبص يعني على الخريطة يعني كنت هتخش على اللعب مع الكبار. ف يعني انت خرجت لان مستواك مستوى الفريق بشكل عام وانا هنا مش بتكلم على المستوى الفني بس لا الجوانب المحيطة بإعداد الفريق والمعسكر بتاع المنتخب ما كانش في احسن حال. كنا لعب نيجيريا. طيب كنت هتلعب يعني بقى الناحيه الثانيه كان الجزائر وبعد كده لو تكسب هتقابل الجزائر فالدنيا كانت هتبقى صعبه. فانا عايز اقول انه ظروف الفرقه ظروف الحمد لله ان يعني جت على قد كده كنا نتمنى ان احنا ناخد البطوله عشان تليق بمستوى التنظيم. طيب يعني انت نجحت تنظيميا الى اعلى درجه. طيب اللعيبه بقى نعمل معاهم ايه؟ اللعيبه يعني هل حضرتك شايف ان هم وجودهم في اسبانيا ده في حد ذاته شيء ايجابي؟ وايضا هل ممكن نزود الكلام معاهم ولا خلاص الموضوع مش محتاج كلام هم عارفين حجم وقدر المسؤوليه؟ اعتقد دايما في مبدا انا كنت مؤمن بيه اللي هو تجاهل، مش تجاهل لدرجه انك لا مبالاه، لا تجاهل يعني تقليل الحديث والحوارات الكتير. تمام. ممكن يبقى له تأثير إيجابي حلو قوي اللي هو تجاهل القمة أهم حاجة ترفع بيها مستوى الاستعداد وتهدي التوتر اللي موجود. مظبوط. يعني هي مباراة كرة قدم 90 دقيقة احنا عندنا إمكانياتك كذا 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 وهم عندهم إمكانياتهم كذا كذا، لكن الرغي كتير فيها ممكن يبقى مضر. طيب معلش اخر سؤال خاص بالمقاولين العرب بقى، معلش من خاطر سؤال كده عايز اساله واعرفه من حضرتك دلوقتي. الدوافع عند المقاولين العرب انتقال احمد علي الى بيراميدز، عدم وجود طاهر محمد طاهر، كابتن عماد النحاس هيفكر ازاي في المباراه سريعا علشان نغلق ملف المباراه كامله. تمام. بص هي طبعا المباراه انا بقول لك انه عماد النحاس عماد النحاس كمدير فني بيحب يشتغل طبعا، بيحب ينجح كويس. فنمرة واحد ننسى خالص قصة الفير بلاي ان هو 100% يلعب المباراة بمنتهى النظافة. لعيبة المقاولين يهمهم يعني دائما اللقاء مع الاهلي هيبقى لقاء مهم حتى لو ما كانش هيفيد المقاولين في حاجة جامدة يعني، انما انا متاكد برضو ان لعيبه المقاولين هتقدم مباراه برضو في الفاترينا بتاعتهم تحت الموسم. بالظبط. وبعدين ما تنساش بقى انه بعد توقف الدوري المده دي كلها انت لاحظت ان الجونه مثلا راجع بشكل مختلف. صح. فممكن جدا تلاقي المقاولين راجع رغم الغيابات انما راجع بشكل مختلف. دي نقطة مهمة جدا. جدا. يعني الحذر، كل الحذر من ايه؟ من النيو لوك او الشكل الجديد او بعد ما اللعيبة ارتاحت من الارهاق بتاع الدوري. طبعا. خدوا راحة طويلة كأنه بادئ موسم جديد. ما انت كده ملحق للموسم. تمام. فده ممكن يبقى لازم يبقى في حذر من جانب لعيبة الاهلي في هذه المباراة. لأنه ممكن المقاولين بقول لك يبقى بداية جديدة خالص بالنسبة له. طيب إن شاء الله كده نتمنى التوفيق للنادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله. نتمنى الفوز وحظ الثلاث نقاط. إن شاء الله. والفوز ببطولة الدوري رقم 41. والفوز ببطولة الدوري. جاية ما تقلقش. إن شاء الله. وعشان حسام عاشور قال لي إن الدوري ده مهم جدا بالنسبة لي علشان يعني هيبقى الدوري الـ 12 ليه. وبالتالي هي بطولة مهمة جدا جدا لكابتن حسام عاشور. إن شاء الله. ننتقل إلى ملف الكرة المصرية والمنتخب ومستقبل الكرة المصرية. حضرتك تعلم جيدا وكلنا عارفين إن كان في اجتماع اليوم ما بين العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي والقائم بالأعمال في اتحاد كرة القدم وممثلي الدرجة الثانية في الدوري المصري. اكيد كان في بعض الكلام اللي عايز اخد راي حضرتك فيه. الكلام بيقول ان يعني الانتخابات او في اتجاه بيقول ان الانتخابات او مقترح ان الانتخابات تكون بعد سنه.
لكن كان في بعض الكلام على ان الانتخابات تكون بعد 3 شهور طبقا للوائح وطبقا للمعايير وطبقا لكل الوثائق اللي موجوده في اللوائح والقوانين. راي حضرتك مع انهي اتجاه وايه الافضل للكره المصريه علشان خاطر نتمنى ان احنا ننتقل الى مرحله جديده، مرحله يكون فيها رقي بالكره المصريه الى مستقبل افضل والى تحقيق انجازات افضل من كل الاعوام السابقه. راي حضرتك في انهي اتجاه؟ شوف انا اولا اللي ملاحظه، اولا انا مع انه يبقى في مجلس او اداره مؤقته لاتحاد الكوره لمده سنه. حلو. ليه؟ مش عشان يفضل الوضع كما هو عليه لحد الانتخابات، ايا كان بقى. طيب. يا اما يبقى في لجنه، يا اما يبقى في لجنه، يا اما يبقى في اداره مؤقته من جانب العميد ثروت سالم. اوكي، ايا كان بقى اللي يتم اختياره، عشان الانتخابات تجرى في موعدها اللي هو بعد سنه، بعد الدوره الاولمبيه في 2020. انما انا اللي قلقني اهم اكتر من ده كله هو تنقيه، مش تنقيه عشان ما تبقاش شكلها بايخ، تقليل عدد اعضاء الجمعيه العموميه. طب وده ممكن يحصل؟ طبعا حصل قبل كده. كابتن عصام عبد المنعم ربنا يديله خطوه كبيره قوي، لازم نبعت للاتحاد الدولي. كابتن عصام عبد المنعم ربنا يديله الصحه، لما كان رئيس للمجلس المعين، انا فاكر ايام عمل الجمعيه العموميه مثلا 86 نادي. جميله جدا دي. ايوه دي جميله. ايوه جداً. ليه بقى؟ مش تقليلا من احد، ولكن لمنع مساله الفته والتلاعب، الفته الانتخابيه. اللي هي ايه الفته الانتخابيه؟ انه النهارده كل ما تكون الانديه كتير او اعضاء الجمعيه العموميه كتير، المسائل بتبهوأ، بتوسع، فبيبقى صاحب الحظوه ناس اللي هما بيقدروا يجيبوا الاصوات دول. ده ليس تقليلا من الناس دول، بس انا بقول الواقع. النهارده بيبقى البطل الهمام اللي هو رقم واحد في الجمعيه العموميه مين؟ اللي يقدر يلف على المجموعه دي كلها ومصاحبهم والكلام ده كله. لازم العدد يقل جدا. يعني الانديه وليكن الممتاز الف والممتاز به مثلا. كويس؟ هم دول اللي يبقوا في الجمعيه العموميه، الباقي موجودين وياخدوا حقوقهم وكل حاجه. في التقرير اللي يعني اللي بعته لي بيان، يعني اللي بعته لي النهارده الاستاذ اسامه اسماعيل اللي هو مدير المركز الاعلامي، لقيت انه في كلام انه قرر الاتحاد تشكيل لجنه، بس انا قلقان بقى من الكلام ده. طب حضرتك اقراه لنا كده يا استاذ. اهو، قرر الاتحاد المصري لكره القدم تشكيل لجنه لاعاده صياغه مسابقات القسمين الثاني والثالث. حلو. جاء ذلك خلال الاجتماع الودي الذي عقده اللواء ثروت سويلم مع عدد كبير من اعضاء الجمعيه. المهم يعني، وكان اعضاء الجمعيه العموميه الذين حضروا الاجتماع قد اختاروا كلا من سمير موسى وهرمس رضوان باعتبارهما اكبر الاعضاء معاونة اللواء ثروت سويلة. وهكذا بقى اخش على اسماء تانية اختار اعضاء الجمعية كلا من محمود الشامي بدون القاب يعني، ومحمد الطويلة وعبد الرحيم اسماعيل وعاصم مرشد اعضاء الجمعية العمومية للانضمام الى اللجنة. انا ابتديت اقلق من موضوع اللجان. كويس؟ يعني انا خايف نخش، كل الاحترام للاشخاص، لكن انا الان من تشكيل لجنة، ولجنة منبثقة، ولجنة تابعة، الموضوع محتاج مواجهة حقيقية ماشي من الجمعية العمومية نفسها. كويس؟ وإذا ما كانتش الجمعية العمومية نفسها لها رغبة في هذا، لابد أن يفرض هذا الكلام من خلال تغيير النظام الأساسي للاتحاد. ما فيش مشكلة. فالمسألة محتاجة تدخلات جذرية. جذرية بمعنى انه انت تجيب بقى تقلب الارض، عارف لما بيجوا يزرعوا بيقلب الارض ويحفر ويعمل وبتاع،
فبتطلع ايه حاجات جديده. استاذ جمال معلش انا الوقت بيجري مع حضرتك بسرعه جدا جدا جدا، انا عايز يعني اسال حضرتك بما ان حضرتك ناقد كبير وكاتب كبير جدا في الصحافة المصرية، عايز اعرف حضرتك قلت كان نفسنا منتخب مصر يفوز بالبطولة علشان يعادل التنظيم الرائع، لكن عايز اعرف من وجهة نظر حضرتك المكتسبات اللي مصر كسبتها من خلال تنظيم البطولة ومن خلال وجود بطولة أمم أفريقيا 2019، عشان أنا عايز أقول يعني من أهم المكتسبات السياحية بعد ما حضرتك تقول رأيك. شوف أولا المكاسب كتيرة جدا ولذلك يمكن النجاحات اللي تحققت في التنظيم خلت الناس ما تزعلش، يعني أنت لو مش تشارك في بطولة خارج مصر هيبقى الهدف الأساسي بالنسبة لك هو اللقب، صح؟ لكن هنا في مصر أنت عندك هدفين مهمين جدا، الهدف الأولاني اللي هو التنظيم، الهدف الثاني أنك تنافس على اللقب. لم يتحقق المنافسة على اللقب، بس عايز أقول أنه بصراحة لم نكن نستحق من بداية اختيار أجيري، وإحنا اتكلمنا في الجزئيات دي قبل كده، بس انا عايز اعرف انا عايز اعرف عشان خاطر انا من عايز بدايه الاختيار. انا عايز اتكلم في المكتسبات ليه، علشان خاطر احنا يعني لا دي انا بقولها لك ببساطه، لا انا عايز اعرف حضرتك حاجه قدام حضرتك. احنا فرانك ريبيري كان موجود في نهائي البطوله الافريقيه، تمام، بيساند منتخب الجزائر كونه واحد من الاصول الجزائريه، وبالتالي النهارده كان في زياره للاهرامات هو وعائلته، وبالتالي دعايه مصر ببلاش، لا دي قصه في كل العالم، وجود صور على الانستجرام ووجود صور على الفيسبوك، فانا اعتقد ان احنا لما نعرض الصور هنعرف قد ايه ان احنا بلد كبير قوي، بلد عظيمه جدا زي ما حضرتك شايف. بص يا فندم ده حضرتك استاذ جمال فرانك ريبيري من امام الاهرامات، وبالتالي عدد المتابعين الفاضل، انت عندك انا عايز اقول لحضرتك حضاره آلاف السنين. أنا عايز أقول لحضرتك أي حد بيجي أول حاجة بيعملها إيه؟ إن هو بيزور أبو الهول والأهرامات. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن عدد المتابعين عند فرانك ريبيري اللي هو بالملايين طبعًا. اللي موجودين وبيتابعوا وجوده على السوشيال ميديا ووجوده أمام الأهرامات، وفي نفس الوقت هو كاتب بيشكر أهل مصر وبيشكر زي ما حضرتك شايف يعني بيتكلم في لغة يعني thanks for the people of Egypt for the warm welcome, had a wonderful time, I really appreciated visiting the capital museum of Cairo with my family and having the possibility to visit the world wonders. بكام على الأهرامات بيشكر كل الناس على الترحاب الحار جدا، بيشكر الناس على وجوده في زيارة العاصمة، عارف زيارة مصر، عارف زيارة مصر تقدر تقول عليها ايه؟ احنا مش حاسين لسبب، انت كل يوم بتعدي على الاهرامات ومش واخد بالك، صح؟ لما بنسافر خارج يا كابتن عمر عارف الحلم، عارف الدريم اللي هو الحلم للناس، حتى الناس العاديين اللي هم بيدرسوا يقول لك حلمهم ايه؟ الاهرامات وابو الهول وايجيبت، كمان زار المتحف المصري الجديد، عشان كده بقول لحضرتك احنا لو هنبص على مكاسب، لا طبعا رهيبه، مكاسب كتير، لا فعشان كده بقول لحضرتك ده من ضمن المكاسب. جياني انفانتينو بنعملها دعايه ببلاش، قال ايه او بيعملوا دعايه ببلاش؟ لا جياني انفانتينو لما زار الاهرامات والمتحف قال ايه؟ ان المصريين كانوا بانيين الاهرامات والعالم عايش في اكواخ، صح؟ يعني في 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 كشاك، يعني علشان كده بقول لحضرتك ان المكتسبات في ظل خروج منتخب مصر يتبقى المكاسب الكبيره زي وجود نجم جديد عندك زي فرانك ريبيري، وجود النجوم دول ده مكسب كبير، والاساطير الافريقيه اللي جم زاروا مصر، والدعايه العالميه المجانيه، الدعايه العالميه كمان، وجود راموس في الفتره اللي كان موجود نجوم فيها، نجوم كره القدم طبعا العالميه اللي جم والافريقيه كلهم، ده اضافه جامده جدا. عندك كمان مشروع اللي هو تذكرتي وعوده الجماهير، لو اتطبق بالشكل اللي احنا شفناه اعتقد هيطبق ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله حسب تصريحات الشركه ان شاء الله او الناس المسؤولين، تمام، قالوا ان ده ممكن يطبق باذن الله مع الموسم الجديد، الموسم الجديد وطول الكاس مصر ولا بعديها؟ لا اعتقد الموسم الجديد، تمام، عشان برضو تتخذ اجراءات معينه يبقى تمام. عايز اقول لك كمان الانجازات بقى، الارقام اللي اعلنت ان البطوله اتكلفت كام؟ اظن مش عارف 70 مليون جنيه، عملت 83 مليون دولار مكاسب، ده رقم انا قريته طبعاً، رقم انا قريته، فده معناه انه برضو انت كسبت اضافه الى
إعادة إحياء وتجهيز الاستادات. يعني أنت كان عندك 6 استادات على مستوى عالي جدا، دول إضافة للبنية التحتية للرياضة المصرية. كويس، يا ريت نحط عليهم بقى، مش نبوظهم، يا ريت الصيانة. وأعتقد الدولة عاملة خطة للصيانة جامدة جدا يعني. فدي كلها مكاسب. عندك 24 ملعب اللي هم كانوا بتوع التدريبات للفرق، ما دي ملاعب برضو، واخد بالك؟ في أمور كتيرة جدا، غير بقى الجوانب السياحية والدعائية والإعلانية والإعلامية اللي انت حصلت عليها. أستاذ جمال، عايز أسأل حضرتك، يعني بما ان احنا بنتكلم في سياق الكرة المصرية، انا عندي نقاط كتيرة جدا، لكن أهمها ممكن حضرتك تنصح بإيه أعضاء الجمعية العمومية اللي هيكون إن شاء الله ليهم دور، سواء اللائحة اتحاد الكورة، سواء اللائحة اتعدلت ولا لأ، 86 نادي ولا 200 وشوية نادي، تنصحهم بإيه في اختيار المجلس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم؟ أنا عايز أقول كلمة مزنوق جدا فيها، لازم أقولها. أنا بقول لأعضاء الجمعية العمومية، اللي أنتوا بتاخدوه من اتحاد الكورة ده حقكم أصلا، حقكم أساسا، وحقوكوا أكتر منه أضعاف مضاعفة. يعني الأرباح والمكاسب اللي بيحققها الكرة المصرية متمثلة في اتحاد الكرة دي فلوسكو. يعني ما ينفعش إن أنا كمجلس إدارة اتحاد الكرة أفضل مخلي الفلوس دي أديها لهم في العيد، في الوقفة. ما ينفعش الكلام ده، كلام فارغ. دول حقوق ان الناس مفروض تاخدها يا عمر بشكل منتظم وبشكل فيه كرامه. يعني انا ولذلك بقول لاعضاء الجمعيه العموميه، ثقوا ان الفلوس اللي انتوا بتحصلوا عليها، الاعانات دي حقكم، فاختاروا اللي انتوا عايزينه. ما تختاروش اللي يقول لكم انا هجيب لكم فلوس. مع احترامي يعني، في اعضاء، في نفر قليل يعني، ناس في مجلس اداره اتحاد الكره ما كانوش لهم قبل كده ذكر عالمي، يعني بقوا عالميين وأفارقة وعلى المستويات. فعايز أقول أنتم من تصنعوا النجوم، أنتم اللي بتعملوا سواء نجوم الكورة سواء اتحاد الكورة، كل ده. فثقوا في نفسكم وانتخبوا اللي أنتم عايزينه، وشوفوا مين الأفضل فعلا، عشان ما تخلوش الناس الملتزمة تبعد، لانه في ناس فقدت الثقه انها تحصل على ثقه الجمعيه العموميه. ناس كويسين جدا على فكره، نجوم كثيره في الكره المصريه دلوقتي يا عمر، تيجي تقول له انزل انتخابات اتحاد الكره، يقول لك ما اقدرش. ليه ما اقدرش؟ ليه ما اعرفش؟ يقول لك ماليش فيها. ايه يا كيمياء؟ طب لو حضرتك، احنا بننصح دلوقتي اعضاء الجمعيه العموميه اتحاد الكوره، طيب ممكن تقول لهم او ممكن حضرتك تقول لي معايير الاختيار، الاعضاء اللي تكون موجوده، رئيس واعضاء تكون عامله ازاي، او تنصح الاعضاء اللي هيتم او هيختاروا اعضاء جدد بشخصيات عامله ازاي، سماتهم عامله ازاي، شخصياتهم عامله ازاي؟ لا، اقول لك اهم حاجه في الاختيار، الجمعيه العموميه هي التي زي ما قلت لك هي اللي بتصنع النجوم. تمام. محدش بيبقى مولود نجم ويعني بالبلدي كده يجبي عليهم يعني. انتوا اللي بتصنعوا النجوم. لو لقيت حد من اللي انت اخترته خرج عن الخط السليم، انت اللي المفروض تشيله في اقرب جمعيه عموميه. يعني دور الجمعيه العموميه يا عمر مش مجرد ان انا انتخبك، زي ما كان بعض الناس يقول لك ايه، انتوا فاكرين الفقراء دول ايه؟ يعني دورهم ايه؟ يدوا الاغنياء صوتهم في الانتخابات. كانت جمله مشهوره قوي ليوسف شعبان، الله يديله الصحه، في احد افلامه قضيه سميحه بدران، بيقول لمراته يعني يا عبيطه انت مش عارفه الاغنياء، قصدي الفقراء دول فايدتهم ايه؟ بيدوا صوتهم في الانتخابات للانديه للاغنياء. فاهم قصدي؟ صح. فخليكوا واثقين في نفسكم، انتوا اللي بتنجحوا وانتوا اللي ممكن تغيروا. التقييم دايما يكون مستمر كل فتره، الجمعيه العموميه يبقى لها دور مؤثر، اي حد بيخرج عن الخط اللي انت انتخبته من اجله شيله. صح.
خش عليه وصوت ضده. استاذ جمال بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا دايما، بتمتعني وبستمتع بوجود حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخلي حضرتك. طبعا كل الاحترام والتقدير لاعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد كره القدم، وكلنا عارفين ان هم ان شاء الله هيختاروا الشخصيات او المسؤولين اللي ان شاء الله هيكونوا قادرين على تصحيح مسار الكره المصرية. وصلنا مع حضراتكم لنهاية الفقرة الحوارية الثانية بعد الفاصل مع نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر الكابتن خالد العوضي في فقرة الألعاب الأخرى. خليكم معنا.